صباح الخير أعزائي المشاهدين، أجواءنا الحارة مستمرة ودرجات الحرارة الصغرى قريبا ستسجل. درجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية في أغلب المناطق، والهواء شمالي غربي مع عبور لبعض السحب. نسبة الرطوبة حاليا 15% على أغلب المناطق حتى المناطق الساحلية. رؤية الأفقية أكثر تحسنا مما كانت عليه في السابق، حاليا أكثر من 12 كيلومتر. خلال الساعات الماضية كانت الرؤية الأفقية أقل بسبب الغبار اللي كان موجود ويانا، الغبار العالق. بإذن الله هذا الغبار ترسب، فبإذن الله باكر أجواءنا راح تكون صافية خالية من الغبار طوال يوم الغد مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام خلال الساعات القليلة القادمة. ودرجات الحرارة الصغرى الساعة 6 متوقع أن تسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية في أغلب المناطق مع عبور للسحب وهو شمالي غربي خفيف إلى معتدل من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. الهواء راح يستمر ويانا خفيف، تدريجيا راح ترتفع درجات الحرارة وتبلغ ذروتها خلال فترة الظهيرة. من المتوقع أن تتراوح خلال فترة الظهيرة ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية، والهواء يستمر أيضا خفيف إلى معتدل من 10 إلى 30. وحول هذه المعدلات أيضا خلال فترة المساء الهواء راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والبحر أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. بإذن الله المد الأول الساعة 5:52 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 6:08 دقائق مساء، والجزر الأول الساعة 1:30 دقيقة الظهر، والجزر الثاني الساعة 11:57 دقيقة مساء. اللي بينزل البحر في الأجواء جدا مناسبة باكر. بإذن الله شروق الشمس راح يكون الساعة 3:37، عفوا أذان الفجر الساعة 3:37، والشروق الساعة 5:07 دقائق، والمغرب الساعة 6:42 دقيقة. أما الأجواء المتوقعة خلال الأيام الخمسة القادمة فهي أجواء حارة، راح تستمر ويانا درجات الحرارة العالية لكن أقل مما كانت عليه في السابق، هي أقل من 50 درجة مئوية، تتراوح ما بين 47 إلى 48 و49 درجة مئوية العظمى، والصغرى تتراوح ما بين 34 و33 درجة مئوية، وكحد أقصى إلى 35 درجة مئوية. والهواء الشمال الغربي راح يستمر ويانا لعدة أيام وينشط على فترات في يومي الجمعة والسبت، هناك فرص لغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتراجع سرعة الرياح بشكل ملحوظ في يوم الخميس راح يشكل بعض الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية. أعزائي المشاهدين الأجواء الحارة مستمرة ويانا خلال النهار وأيضا خلال المساء، تابعوا نشراتنا وراح نوافيكم معلومات أكثر عن الطقس بإذن الله في نشراتنا القادمة. نتمنى لكم السلامة ونعود للطرف الآخر من الاستديو لاستكمال النشرة.